الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك. لما أسلمت الروح بين يدي أبيك انشق الحجاب الذي يصدر قدس أقداس الهيكل إنذارا بزوال العهد القديم، وتفتحت القبور لأنك بموتك غلبت الموت. هذا وأمك واقفة عند صليبك تتجرع معك كأس العذاب حتى النهاية لخلاصنا، وألامها تضاعف ألامك وتعزيك بحضورها واشتراكها في سر فدائك. أعطي الأباء والأمهات الذين تألموا ويتألمون لألام أولادهم المرضى والمعذبين أن يجعلوها بالصبر والمحبة والإيمان تقدمة فداء. آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا ديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين. برحمة الله والسلام. آمين.